السلام عليكم متابعينا، مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي من خلاله سوف نحل مشكلة من المشاكل التي تعترض متابعي القنوات التلفزية على برنامج VNC عن طريق طبيعة الحال السيرفرات. فمجموعة من المتابعين يواجهون مشكلة عند تشغيلهم لهذا المشغل الملتي ميديا أي VNC. المشكل المطروح هو أنه يكون هناك تقطيع في الفيديو بحيث لا يشتغل الفيديو باستمرار بل يتقطعك بين الحين والآخر. ثم المشكلة الثانية هي مشكلة التنقل، أو لا أن المشغل ينقلك من قناة إلى أخرى دون أن تقوم أنت بذلك. فبطبيعة الحال من خلال هذا الفيديو سوف نقوم بحل المشكلتين معا. فعلى بركة الله نبدأ شرحنا هذا. إذن فأول خطوة هي أننا نقوم بالذهاب إلى هذه الأيقونة لزوتي، ثم بريفيرونس، ثم هذا الخيار، ثم هنا نذهب إلى هنا، ثم نذهب إلى هذه الأيقونة، ثم هنا نحاول أن نغير هذه القيم. إذن فهنا طون دو دي بي نحاول هنا الصفر، نحاول نديرها 4 9، 1 2 3 4. ثم كذلك لو طون داغي هي كذلك نحاول أن نضع 4 9، 2 3 4. ثم ننزل إلى الأسفل، نجد هنا افونسي او ادفانسد، نقوم بتغيير الرقم 300 نضع مكانه رقم 1000. إذن فبعد الانتهاء من هذه الاعدادات نقوم بالحفظ انغوجيستري او سيف. إذن فمشكل التقطيع هنا سيحل بنسبة 70 إلى 80% ان شاء الله. ثم يبقى هنا مشكل التنقل بين القنوات او التنقل غير المرغوب فيه، بمعنى ان المشغل هو الذي ينقلك من قناة الى اخرى دون ان تكون لك الرغبة في ذلك. فالحل هنا بسيط جدا، بحيث نأتي الى هنا تظهر لنا هذه الايقونة هنا، نحاول ان نضغط عليها مرتين. اذا المرة الاولى تعطينا هكذا، ثم المرة الثانية اذا قمنا بالضغط عليها فلاحظوا هنا يظهر هنا في الاسفل رقم 1 وسط هذه الأيقونة. إذن فإلى هنا أصل إلى نهاية هذا الشرح. أتمنى أن تستفيدوا من الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا ضغط على الزر لايك، ثم كذلك دعم القناة عن طريق الاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله.